نذكر الموقف المبدئي للنقابة اللي هو احنا نرفض سجن الصحفيين بسبب معناها ارائهم او ما ينشرون من مقالات او من منتوج اعلامي سمع بصري او مكتوب. هذا الموقف المبدئي وعبرنا عليه في اكثر من موقف وفي اكثر من مناسبة، ولكن عديد الاشكاليات تتعلق بكل ملف، خاطر فما عديد الاختلالات والاخطاء اللي نرتكبوها احنا كصحفيين. ولكن احنا الموقف المبدئي نعبروا عليه، وبعد احنا والمحامين نتاع النقابه ندرسوا الملفات حاله بحاله. فما قضايا منعرفش كلنا نخمم مع بعضنا، قضايا مرفوعه من 2009 2010، فما قضايا قدم برشا في معناها ضد النظام بن علي مرفوعه ضد صحفيين، سواء معناها حق عام او نتيجه العمل الصحفي وكذا. فهذوما بالصدفه معناها تحيروا الكل في فتره هذيه. ونحب نضيف انه هناك عديد القضايا المتعلقه ببعض الاعلاميين او الصحفيين الذين تورطوا مع النظام السابق، ونظرا لانه النقابه مش تتخلى على الموقف المبدئي اللي حكيت لكم الاول اللي هو الدفاع عن الصحفيين والوقوف مع الصحفيين، فانه هناك بعض الصحفيين الذين تورطوا مع النظام السابق، وكاني معناها الحكومه تحب تحط النقابه الوطنيه في زاويه الدفاع عن بعض الصحفيين المتورطين باثاره بعض القضايا وبعض الاشكاليات القانونيه لهؤلاء الصحفيين. نوصل معلومه للزملاء اللي في نسمه موجودين معنا اليوم، انه هناك تفاعل ايجابي من صاحب المؤسسه، ومباشره بعد انتهاء الندوه باش نقعدوا مع من فوضته نسمه من الاداره للتفاوض حول الحقوق نتاع الصحفيين. واحنا باش نكملوا في المرحله هذه التفاوضي من جهه، لانه الهدف انه نضمنوا اكثر حقوق نتاع الصحفيين اللي تم تسريحهم. وكذلك بدينا في الجانب الثاني منذ انطلاق المشكله، انا بديت مع زميل عبد الرزاق الطبيب في ايجاد بعض الحلول لادماج بعض الزملاء من قناه نسمه اللي تم التخلي عليهم. الحكومه وقت اللي نتصلوا بالمسؤولين المباشرين عن ملف الاعلام يقول لك راهو بعد اضراب 17 اكتوبر التاريخي للصحفيين التونسيين، راهو انتم شوهتوا صوره تونس في الخارج. والاضراب نتاعكم شوه صوره تونس في الخارج، ولذلك احنا ما نتعاطاوش مع النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين. مع شكون تتعاطى الحكومه اذا كان ترفض التعاطي مع النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين؟ تتعاطى مع بعض الهياكل اللي زرعتهم داخل القطاع. نقول زرعتهم لانه كل هيكل تم انشاؤه في المده الاخرى اكتشفنا، وهذايا تنزيدوا في الجلسه العامه نعطيكم اكثر تفاصيل. فما جمعيات وفما رابطات وفما وراهم معناها وراهم شخصيات سياسيه وراهم مال سياسي. الهدف منه هو ضرب النقابه الوطنيه للصحفيين، ضرب وحده الصف الصحفي. مدام نجيبة حمروني نقيب الصحفيين، فهمنا اللي فما اراده سياسيه متجهه يعني نحو عدم تفعيل مرسومين 115 116، اكثر تفاصيل. هي بالحق إرادة سياسية نحو عدم تفعيل الكلمة معناها في مكانها، لأنه بعد سنة كاملة من نضال النقابة الوطنية والصحفيين التونسيين وعديد الهياكل الأخرى من أجل تفعيل المرسومين، وكذلك من أجل إرساء الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري ولجنة إسناد بطاقة صحفي محترف، اليوم نلقاو رواحنا رجعنا لنقطة الصفر، باعتبار أنه الترويكا الحاكمة تريد محاصصة حزبية في هذه الهيئة المستقلة. كذلك الحكومة الآن ترفض التفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين. اليوم نشاهدوا معناها محاكمات يومية للصحفيين على خلفية نشاطهم الصحفي ومنتوجهم الصحفي، من جهة أخرى معناها انتهاكات وعودة إلى السنصرة، وفي جانب آخر أزمة مالية خانقة تمر بها النقابة الوطنية. هذا الكل اسمه تضييق ومحاولة الضغط على الصحفيين وترهيب الصحفيين ولإرجاعهم معناها إلى المربع الأول تحت نظام ديكتاتوري، والتراجع في قطاع الإعلام وفي الحريات، والتراجع وعدم إرساء الهيكل المستقلة باش يكون مؤشر خطير يؤسس لديكتاتورية جديدة. سواء من خلال كلامك اليوم أو من خلال تدخلك في موزايكا فام، فهمنا اللي النية تتجه إلى إحراج النقابة بواضحة في موقف تتلز فيه أن يدافع على بعض الصحفيين اللي تورطوا مع النظام السابق. اليوم النقابة شنو ينجم يكون موقفها في حالات من نوع هذه؟
يلزمنا نفرقوا بين موقف مبدئي. راهو احنا كنقابه وطنيه عندنا موقف مبدئي نرفض سجن الصحفيين على اساس نشاطهم الاعلامي. ولكن انا اكتشفت معناها قلت في مزيك انه بعض الملفات لقينا رواحنا في فتره صغيره ندافع اكثر عن بعض المتورطين مع النظام السابق، وفما قضايا اللي هي مرفوعه من 2008 و2009 و2010 اليوم تحيرت معناها بالصدفه او عمدا معناها باش يخرجوا النقابه يخليوها في زاويه المدافع عن الفاسدين والمتورطين مع النظام السابق. ولكن نحن نفرق بين المبدا اللي هو رفض السجن الصحفيين وبين المطالبه بفتح ملف الفساد في قطاع الاعلام بصفه عامه، وهذو مزوز مواقف. هذا لا ينفي ذاك، وسنواصل معناها دفاعنا على مبدأ رفض سجن الصحفيين، كذلك سنطالب بمحاسبة الفاسدين في قطاع الإعلام. مجموعات سياسية في الغالب مقربة من زوز أحزاب الحاكمة في الحقيقة، مش ترويكا، النهضة والمؤتمر بصفة رئيسية هما اللي قاعدين يحرضوا على الاعتداء على الصحفيين. بعد بعض الفعل ويصير الاعتداء سواء من مجموعات ينقص مقربة من الأحزاب هذه أو حتى من مواطنين عاديين، وهذا ينتج عليه ردة فعل معاكسة، إنه معناها فما قنوات اللي ربما محسوبة مقربة من الحكومة ومتركة الحاكمة صحفيين تاعها كذلك يتم الاعتداء عليهم من أنصار المجموعات السياسية المعارضة. معناها أنت هذا الوضع اللي وصلنا له. معناها لكن إذا كان نحب نحملوا يعني المسؤولية اللي تسبب في الظاهرة هذه، فإنه تبدأ عملية من عملية تحرير كاعتداء على صحفيين هم رد الفعل. معناها كذلك راهو الصحفيين اللي يخدموا في مؤسسات عالمية مقربة من الحكومة أو محسوبة أنها تسلم في الحكومة راهو ماهمش سالمين من الاعتداءات، وقاعدين نرصدوا في الاعتداءات هذيا وباش نخرج كما قلت لكم في التحرير. الزميل عندنا صحفي تونسي اسمه محمود بوناب محتجز في قطر توا منذ 16 شهر، تهمته اهدار المال العام. الزميل هذا كان من الصحفيين اللي وقفوا قناة الجزيرة شيلدرن وقناة برام على سقيهم، وقام بعمل جبار ومتحصل على شهايد دولية في ذلك. اليوم هو محتجز في قطر محروم من جواز السفر وممنوع من مغادرة التراب القطري. ملفه القانوني واضح، زميل ما قصرش، معناها كل النفقات اللي قام بها لما كان يعمل في المؤسسة هذه مسجلة ومفكترة عنده، وبعث لنا معناها الملف متاعه. معناها الزميل معناها قانونيا يجب أن يبرأ، والأخطر من هذا دبلوماسيا يلزمه يرجع لبلاده، لأنه اليوم فما حالة من السبات العميق اللي قاعدة تعيش فيها الدبلوماسية التونسية فيما يتعلق بالضغط على الإمارة ولا المملكة هيش يقولوا لها تاع قطر، هي هذيك بالضغط عليها، لأنه اتصلنا بسفير القطري في تونس وتقريبا صدمنا من الكلام اللي قاله لنا سفير القطري. قال أنه لو تعلق الأمر بمواطن قطري أو صحافي قطري محتجز في تونس او عنده مظلمة في تونس راهو قاوم الدنيا وما قاعدهاش وراهو روح بالريسورتيسون تاعو هذا قطر. لكن احنا راسلنا الحكومه، راسلنا رئاسه الجمهوريه، ولا حياه لمن تنادي. هو مش موقوف، هو ممنوع من مغادره التراب القطري. تعرفوا انه معناها فما برشا راهو توانسه قاعده تصير لهم، معناها ماهمش صحفيين، انه يتم حرمانهم من جوازات السفر نتاعهم. هذا نظام الكفاله اللي قاعدين يتبقوا فيه. زميل عنده وضعيه اخرى، معناها محروم من مغادره التراب القطري ويمثل نهار 5 فيفري امام القضاء. كما قلت ملفه القانوني معناها نظيف، وفما الاستاذتين راضيه النصراوي وسعيده قراش قاعدين يتابعوا له في المحاكمه نتاعو. فما لجنه مساندة للزميل محمود بوناب فيها مجموعة من الشخصيات الحقوقية والوجوه الإعلامية في تونس اللي معناها تكفلت باش تدافع على الزميل هذا وتعرف بقضيته. احنا معناها مش نتمناه، واحنا نطلبه من الحكومة هذه باش تحمل مسؤوليتها مع الصحفي هذا المحتجز في قطر. مش معقول نقوله قطر دولة صديقة وشقيقة وندرشنية مريناش، معناها فما لما يتعلق الأمر بمعناها المطالبة بإطلاق سراح زميلنا المحتجز في قطر يروح لبلاده. ما شفنا حتى شيء، قلنا فما سبات عميق من الدبلوماسية التونسية، فما خوف أو حرج
من الخصم في القضيه هذه، لانه الخصم نتاع زميلنا محمود بوناب هو الشيخه موزة اللي هي معناها تملك القنوات هذوما، وتعرفوا معناها انه البلدان هذه او الامارات او المملكات هذه اللي في الخليج عندهم معناها حرج كبير في التعامل القانوني والقضائي لما يتعلق الامر بطرف يكون معناها من العائله المالكه او المقربين من معناها البلاطات الملكيه في الدول هذيك. احنا مانيش طالبينهم باش يعملوا مواجهه، طالبينهم باش يتحملوا مسؤوليتهم معناها تجاه الزميل محمود بوناب، واحنا مش باش نهبطوا دينا، وعندنا محامين قاعدين يتبعوا في القضيه ويلزمنا نخرجوه، مش باش نقول نتمنى، يلزمنا محمود بوناب لانه سبق عرض 4 مرات امام القضاء ما لقاوش ردوا حتى شيء، وصلوا احتجازه نهار 5 فيفري معناها من المنتظر انها باش تاجل القضيه مره اخرى لمزيد اطلاع على الملف، وماناش مسيبين معناها ماشيين جوسكو بو في الدفاع على زميلنا محمود بوناب.